ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا شابتر 8، اخر حاجه في ثانويه عامه. دلوقتي شباب احنا في شابتر 8 المودرن الكترونكس، هنعمل ريفيجن بسيط عليها. احنا وصلنا لموضوع الريفيجن، فهنبدا خطوه خطوه نفتكر ايه اللي احنا كنا بنشرحه اثناء الشغل بتاعنا. طبعا اشكر الطلبه الجمال اصحابنا حبايبنا اللي هم هيبقوا اصحابنا، هما كده كده اصحابنا، تمام. ثانك يو على الكلام الحلو الممتع ليهم لما قالوا يو تيتش ويز لاف ايفورت اند انرجي ذات درو ان افري ستودنت. وات ا جيفت، وات ا تيتشر. ثانكس فور يو مستر وجيه المصري. انا اشكر حبايبي الطلبه اللي هم اكبر ثروه بالنسبه لي على الكلام اللي قالوه واللي كتبوه. هما اصل الشغل كان عاملين باوربوينت جميل، انا خدت منه الصوره دي، هما اللي عملوها وبرتو الكلام الحلو ده. طبعا احنا كده خلصنا المنهج كريفيجن عامه. اشكركم. طبعا كل الشغل هينزل على المنصه بتاعتنا. Thank you for watching sales. شكرا ليكم على الكلام الحلو للكلام ده. طبعا انا هاخد الكلام ده وهذيعه لوحده. شكرا.